سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش، انا اسفه. مع السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هاجيلك والله العظيم هاجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. تسحر ومضي عينك. افتحي. يا لهوي، بتعملين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوعنا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ذهب، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا، انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب، ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه آخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك إيه؟ 5 6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي.
انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه، انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. عيل حصلين على المطبخ اوزه. يا لهوي، ماشي يا كبير. اقفش حلاوه دي يا معلم. رش على البنات. تمام. وبعت لي عزم. حصل يا عم انسي. يا عم انسي قلت لك مره واتنين وعشرة شغلني. ده ايه ده، مصروفي ولا ايه؟ مرتبك اللي عامل بيه ايه؟ جرايه راشا. ما تفك لي الحن دماغك شويه. لما عاوز منك حاجه هطلبها. العبد لله بقى مؤسسه. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجاله، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا أنسي، ده أنت بقيت مافيا. لسه أنا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز أشبكك جنبي. بس واحدة واحدة. بونو يا إزاي؟ إيه الواد ضايع؟ يا ولاد الإيه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، هخليكي نجمه الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنه بعون الله، شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، ده محامي. تصدق انا غلطانة اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجة. ما هي الحاجة لسه موجودة يا طنط، الحاجة لسه موجودة. بموت في السمارة. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش أنتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر. اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. أنت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع أرقص تاني. لا هترقصي يا تونتو، هترقصي. هترقصي يا حبيبتي. أنا مش فاتح بقالة، أنا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وأنا مالي؟ ما تنزل من دماغي، أنا عندي حاجات عايز أعملها. بصي يا حبيبتي، أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بيلة وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك. بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك
وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربيه فين؟ مش عرفونا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة، حمر اللحمة واجيلي. لا تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شوية. انا بس عايزة اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجة؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسلية. عمو النبي، هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت بتداريه شويه. اه يا اختي، دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. انا عرفت. انا بتخانق. انت فين يا وزة؟ معقوله سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟
تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو الهوى وسكن عالينا اوعى يا هوى تخبر اهالينا الحاج يا اخوي مين نصيبه حلت بيا محروس عايز محروس الحاج يا اخوي انا اخوك الحاج يا محروس يا محروس الحاج الحاج يا اخويا يا محروس يا صلاح الحاج ام صباح ام صباح وقعت من طول الحاج الحاج وقعت الحاني وقعت دلوقتي ايوه يا ساتر حصل لها حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج. بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل. وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي شكرا يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقني بقول لك حضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقوني عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها خلي زينب تجهزها بس بسرعه يلا واحد الا خير اعمل لك خير خير طف يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا اقل اللي هي في الدنيا زينب جهزيها يا بنتي جهزيها لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح عارف استقبلنا شويه وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لحضارك هنا انت كلمت عليه هو كلمته وهخليك تكلميه اطلبي عليه يا راشد اطلبه ازاي دلوقتي احنا بقينا نص الليل وعلى فكره هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري هو مين ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه تقعد فيه نقعد ده ايه انا مروحه بيتي يا خور خدي هنا اخد هنا ايه عايز تعمل راجل قوي بقى تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل اه ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3 مش مصدق بقك يا فتون ان شاء الله عنك ما صدقت البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره يلا تعالوا ورايا الصباح رباح يا شيخ
هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم زينب، ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر حاضر زينب، بقول لك ايه، غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر يلا واحده واحده يا رجاله، على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام، وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه، عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي. شده وتعدي، وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن قول يا فقلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول ولا يا حاجه؟ اعرف المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قول يا دكتور، اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم، اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. هم اني لا اسالك رد الخطا، ولكن اسالك رد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسيت يا ستي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه يا اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك، مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. مشكلة كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. إسلام لي، مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. قولي يا اخويا كول، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت راح اروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان، اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي، وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. كلميني دلوقتي يا فتون. اصيله، ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني، خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند انسي صح؟ اسمعي يا فتون،
وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقولك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا، انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة، هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، بالطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. عايزه كده؟ يعني اذا كنت عايزه كده ده هيبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محضر لك شويه صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله والحمد لله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته، اصلي لسه بفكر في الحسن، بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباحها تخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية طالبين فلوس وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها. سمع الله لمن حمده.
الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. ازيك يا عم جميل؟ انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع ومعرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. مساك ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، انا كنت قلت لك مره ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس انا رجعت في كلامي يا عسليه، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مره، ولو مره واحده. حاضر حاضر، هاجي لك والله العظيم هاجي لك، بس انا لوحدي لوحدي يا عسليه. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. انت هتسحر؟ غمض عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده ده ملوكي يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميلة، اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطة بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. ماشي يا كبير. اقفش. حلاوة يا معلم. رش على البنات. تمام. وبعت لي عزم. حصل. يا عم انس، يا عم انس، قلت لك مرة واتنين وعشرة شغالني. ده ايه ده، مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ جرايه راشد.
تفك لي لحن دماغك شويه. لما عاوز منك حاجه اطلبها. العبد لله بقى مؤسسه، بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجاله جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا همسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقه في السلسله وعايز اشبكك جنبي، بس واحده واحده. بونو يا ازاي؟ فين واد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، اخليكي نجمه الكباريه. انا في الكارده بقالي 30 سنه بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. ما تعرفش علي؟ علي ده فتوة، جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجه؟ ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش أنتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. أنت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع أرقص تاني. لا هترقصي يا تونتو، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. أنا مش فاتح بقالة، أنا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وأنا مالي؟ ما تنزل من دماغي، أنا عندي حاجات عايز أعملها. بصي يا حبيبتي، أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بيلة وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجة بقى عشان أنا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي؟ مال بيربي سحالف وتعابين. مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه
بس يعني واخدها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسة كده، هوصل لحدها واجيلكوا تاني. استني هتقوليلها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش هقولها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنكم. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها.